أنا أعتقد أن الأطباء هم أقرب الناس إلى العمل الخيري، ولا أشك لحظة أنهم مؤهلين أكثر من غيرهم لإداء والقيام بعمل كبير في مجال العمل الخيري، لا أشك في ذلك مطلقا. أنا أضرب لكم مثال بطبيب عندكم أوفثالمولوجيست، طبيب عيون اسمه عادل رشود، عادل عبد العزيز رشود، تألم من وضع العمى الموجود في العالم الإسلامي، فأسس منظمة سماها منظمة البصر، تخصصت في مرض واحد له الكترات أو الناس يسمونه الماء الأبيض. فهو يعمل مخيمات، هو ما عنده فلوس، فيجي علينا وعلى الجمعيات الإسلامية العامة ويقول ساعدوني وأنا مستعد أعمل لكم مخيم في البلد اللي أنتم عايشينه، بس تدفعون التكاليف. فنعطيه إن مبلغ معين ويأتينا ويعمل مخيم لمدة أسبوع ويجي 400 أو 500 عملية. احنا ما ننظر لها فقط ان عمليات اجريت، وانما ننظر لها الى الروح النفسية للمسلمين. ترتفع كثير ان المسلمين بدأوا ينظرون لأنفسهم نظرة اخرى في مجال العيون، في مجال المخيمات الطبية العامة، في غيره. ويجب ان تكون مستعد لصدمات. انا يوم الايام دخلت مع طبيب في غرفة العمليات وقال لي ان ما في عندهم مخدر وراح يشق بطن واحدة، أهلها يظنونها حامل وبطنها منفوخ هكذا وما عنده مخدر. قلت له إيش راح تعمل؟ قال راح أعمل زايلوكين، مخدر موضعي في البطن، وكل شوية آي إي. فالمهم أنه شق البطن أمامي، وبعدين قال لي دخل إيده تحت، وجد كيس جاب يشيله ما قدر، فقال تعال ساعدني. فدخلت إيدي معه، وتصوروا الكف اللي نلبسه تبع العمليات استخدم صار لحوالي شهر كامل، نستخدمه ونغسله ما يصابون نشفه. فرفعنا والمريضة تصارخ وإحنا نرفع الكيس، وبعدين فجر الكيس وغسلنا بالسوائل داخل الكيس أنا وياه، وغرفة العمليات امتلأت، كان فيه حوالي 16 لتر. ما كان عنده خيوط سوتشر، فكان ياخذ الخيوط بكرة عادية ويغليها وبعدين يلفها 3-4 طبقات ويشمعها ويعقمها في وبعدين يخيط فيها الجروح. الشيء الغريب ان الله يوفقنا نجيب نتائج انتم ما بتجيبونها في احسن المستشفيات، والامريكان يجيبونها في احسن مستشفيات امريكا. يعني مثل نسبة الانفكشن في الكاتاراكت عندنا almost zero، عندكم في السعودية وعندنا في الكويت هي ما بين 1-1.5%، رغم ان احنا بنعمل العمليات هناك. والله يا اخوان احيانا في مطابخ ننظف المطبخ ونطهره، والاطباء واي انسان يدخل الى العمليات يلبس ملابس عمليات كاملة، ولكن يبقى مطبخ. فالله يبارك، وكون الافارقة ما متعودين يستخدموا الانتيبايتك كثير، فالريزيستنس عندهم للانتيبايتك شبه معدوم. فأنا أعتقد أن الأطباء ممكن يلعبون دور كبير جدا، وأنا أرحب فيكم أي وقت في وقت الإجازة إذا تحبون تزورونا في إفريقيا. أخي الذي لا يريد التحدي ولا يريد أن يواجه مشاكل خلي قعد حرمة أحسن له. الإنسان الذي يريد أن يخطب امرأة جميلة لا يصير مثل صاحبنا اللي قال والله يا أخي أنا عايز أخطب بنت السلطان. قالوا له إيش عملت؟ قال الحمد لله 50% ضمناها و50% أنتظرها. فقيل له إيش الـ50% اللي ضمنتها؟ قال أنا موافق، باقي موافقتها هي وأبوها. فالذي يريد الجنة لابد أن يدفع الثمن. ألا أن سلعة الله غالية؟ ألا أن سلعة الله الجنة؟ الطريق ما هو مفروش بالزهور. أنا أطلقت علي النار عشرات المرات، أنا فجر في لغم 3 مرات، الكبرى هاجمتني ياما، مرات كثيرة جدا لا أكاد أحصيها. نمت في مكان وما كنت أعلم أن في أسد على بعد بضعة أمتار مني. يوم من الأيام حطيت أم صهيب والبناتي، قالوا هذه فرصة لنا. كان عندي سيارة بيكب، وطبعا ما ممكن أخلي أم صهيب ولا البنات يجلسوا جنب السائق، فجلست أنا والأولاد. هم قالوا بابا خلينا وراء،
وين احنا ما نقدر نركب البيك اب او الوانيت في الكويت او السعودية في الصندوق، بس هنا بافريقيا خلينا نركب برا. ركبتهم ورا وانا مرتاح. وبعدين دخلنا في مكان غابة محمية ونسيت انهم صهيب والبنات ورا، وشفنا اسد وجنبه لبؤات على صخرة كبيرة، وقفنا جنبها جدا وطلعت الكاميرا وانا اصور. المسكينة المرأة وبناتها تجمدوا الى الدرجة عايزين يكلموني يقولون لي امشي، لان الاسد مجرد يمد ايده ياخذ له واحدة منهم. ما قدروا يتكلمون، ما قدروا حتى يطقون، ما كان عندهم الجرأة يضربوا السيارة علينا. الحمد لله انه الاسد ما اكل احد من الاولاد ولا ام صهيب. وحاجات كثيرة تمر علينا يا اخوان، لكن لابد اللي عايز الجنة يتفعل. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.